ارجع لك الموضوع القاعده، كتبت انه تتميزون بالفعل، انه نعم تتميزون بالقصيده اللطميه السياسيه، ايه وهذا شيء راقي. اليوم من السياسية أستاذ أثير والاجتماعية، يعني القاعدة تعالج القضية السياسية والاجتماعية، إذا والاجتماعي ما يكون بهذا الموضوع ما تعتبر قاعدة نجفي. إيه ايش كتبت حيدر؟ يعني أقرأ لك اللي يحضرني أستاذ أثير، بيها هدف يعني حتى نوصل. نعم نعم، يعني أقرأ لك مقطع نعم من آخر قصيدة انقرضت، طبعا قراها الرادود السيد علي العوادي، تحية له طبعا. ألف تحية. المقطع اللي استذكره يقول: الزلمة مو لي رب شارب، الزلمة لي رب بناته، المائلة غيرة على عرضه فلس ما يسوى بحياته. اي والله السمك ما حد يصيده اذا ما تطلع لهاته، بعض المواقع مشكلة حيدر. عيد عيد. الزلمة مو لي رب شارب، الزلمة لي رب بناته، المائلة غير على عرضه فلس ما يسوى بحياته، السمك ما حد يصيده إذا ما تطلع لهاته، بعض المواقع مشكلة فتك تفتك بالعائلة. أي والله التكتك وما شابه إليه يحتاج من عدنا التفاته، الزلمة مو لي رب شارب، الزلمة لي رب بناته. هذا مقطع من قصيدة حسينية أستاذ ذفير، هذه عالج قضية هذه اجتماعية. هذه القصيدة نعم. الحسينية، هذه القصيدة الحسينية وبها بعد الحقيقية. يعني أشياء سياسية حيدر حيدر أي. يعني البعض أنه يتصور أنه القصيدة الحسينية فقط باللون اللي نعرفه احنا فقط بالرثاء، فقط رثاء وباللطم. هذه قصيدة حسينية فعلا، هي هذه أهداف الحسينية هي الحقيقية. القاعدة النجفية بصورة عامة راح تلقى فيها هاي المواضيع أستاذ أثير، روعة. حتى القصيدة هاي الاجتماعية اللي يكتبها أستاذ أثير يكتبها اي شاعر، يعني تعتبر حسين استاذ اثير اي قصيده بيها هدف سامي، بيها هدف على المنافق، على المنكر المعروف، على الانسان اللي ما يطيع امه غير، هاي قصيده حسينيه تعتبر.